لو عندك واحد صاحبك بيسأل كثير في حاجات تخصك، هل بتتضايق؟ بتضايق وشوية صغيرين، وكمان ايه لو بقوله ما ينفعش تسألني في حاجات كده. لو في حد بيعمل كده لما يبقى سؤال اللي هو مش هيضر اي حد تاني بقول لها، بس لو هيضر اي حد تاني لا مش بقولها. عشان في حاجات مش بحب اقولها لاصحابي وفي حاجات بحب اقولها لاصحابي. لو هو مثلا حد غريب ما ببقاش يعني عايز اقول له اسمي ايه وكده، بس لما يكون حد احنا بنتعرف عليه بحب. ساعات بتضايقني وساعات لا، عشان مش بحب حد يدخل في شخصيتي يعرف حاجات عن شخصيتي. نتضايق ونقول له دي حاجات يعني ما ينفعش نقولها. هما الاصحاب لازم يكونوا عارفين كل حاجه عن بعض ولا لازم يكون في شويه حدود؟ الصحاب لازم يكون بينهم حدود، ما ينفعش يبقوا عارفين كل حاجة من بعض. الصحاب لازم يبقى في بينهم حدود، يعني مثلا لو أصحاب عارفين بعض من قريب قوي ما بقوش يعني أصحاب قوي، مش لازم يعرفوا كل حاجة. لو أصحاب من بدري وعارفين بعض كويس قوي أو يعني يعرفوا كل حاجة. لازم يكون في حدود بين الصحاب، مش لازم يعرفوا كل حاجة عني. لازم يكون في حدود، ما ينفعش نقول كل حاجة. طب إيه رأيك في الشخص اللي بيتحشر وبيكون عايز يعرف كل حاجة؟ مش حلو ان حد يعرف كل حاجة عن كل الناس. حاجة وحشة اللي يتحشر في كل حاجة. بقوله اللي هو مش لازم، او احيانا مش برد عليه اصلا. يبقى يعني الناس مش بتحبه قوي عشان بيبقى عايز يعرف حاجات كتير عنهم. اعمل ايه علشان اخلي الشخص ده يبطل يعمل كده؟ هقوله مالكش دعوة بالحاجات بتاعت الناس التانية، هما يعني ما تتدخلش في الحاجات دي. وممكن ان انا اقول له لو مالكش دعوه. هقول له انت ايه اللي دخلك يعني موضوع. هقول له ما تعرفش كل حاجه عن الناس عشان دي مش تخصك. إيه مثلا اقول لمامته مامته تزعل عشان هو ما مش كده تاني.